معقولة مو إلك؟ عبيلك مو لي، مع أنه في أوراق باسمك. يا ما ببعت أوراق باسمي لعملائي على الفاكس، بده يكون لشي واحد من بيناتهم. وهي كمان بطاقة باسمك؟ وهي كمان هي كست بطاقات كمان. أي رجل أعمال مثل حكايتي بيطبع بطاقات دوفيزيت باسمه بوزعها يمين وشمال. عارف، وجواز السفر وتذكرة السفر موي. معقول لهالدرجة النكران؟ هلا معقول شنطة فيها 100,000 دولار تكون إلي وقول مو إلي؟ وشو عرفك إنه فيها 100,000 دولار؟ آه؟ لسه ما حكينا على الدولارات. كلمة ورميتها. لا مو رمية، مزبوط فيها 100,000 دولار. بتعرف هالموضوع لوين رح يوديك؟ لما بتكون إلي؟ لمحكمة الأمن الاقتصادي. جواز السفر في عليه تأشيرة خروج لألمانيا، وتذكرة السفر هاي في عليها إشارة أوكي، يعني السفر اليوم بطائرة اليوم لألمانيا. والشنطة التقت على طريق المطار بالتاكسي وفيها 100,000 دولار. هذا دليل قاطع على أنك عم تقوم بتهريب العملة خارج البلد. أنا بعترف أنه الباسبور وبطاقة السفر إلي، كنت بدي سافر اليوم وما سافرت، شني ضيعت الباسبور وبطاقة السفر. بقى بده يكون في حدا لقاهم وحطهم بالشنطة هاي اللي لحدا. اها، ثبتت كل شيء بالمحضر؟ نعم سيدي. خدوا على الشبكة. تفضل. بدك تدفع ثمنها هي، اقله تكسير رتبة. على كتفي 3 نجوم، بكفيني نجمتين. طيب عيش بهالنعمة. ليش انتو خليتوا نعمة؟ هلكتوا الناس، جوعتوهم. احفظ كلامك. ها، اصلا لو ما فعلنا الاقتصادي ما كانوا الناس لقوا علبة مرتديلا او سردين او طون لحتى يتسمموها. فعلا يتسمموا. خدوا، وينك؟ جيب له جريدة لحتى يتسلى بحكاية احفاد علي بابا. قالتي لتحسين ضروري. الخبرية صرتي قايلتي لي اياها 3 مرات. ضمني قلت لها؟ ايه قلت لك وما دقيت له، شو الفائدة؟ اعطاكي رقمه بألمانيا؟ لا. شلون بدي دق له لكان؟ هو ما اتصل، بس سكرتيرته هون قال حاكيهم ضروري، فتلوا عليك طول النهار وما لقوه. وين كنت؟ ما قلت لك الصبح طالع على سرغايه مشان المستودعات؟ ضني قلت لي اصبح ام دق لمرته بلكي في شي ضروري. قومي ناوليني هالوايرلس للي قومي. ضني عنا من هذا اللي عم تقول عنه. دقيقه. رجع ماجد من العياده؟ عازم خطيبته على عشاء واخذ اخته معه. ما عندي خبر. ضني ما قلت لك. ألو، مرحبا مدام، حكاكي تحسين شي من ألمانيا؟ وعدني أول ما بيصل يدق لي، ولهلأ ما حكاني. لا، ما له بالعادة يتأخر علي هالقد بالتليفون. بده يكون لسه ما راح على الأوتيل، راح من المطار رأساً ليجتمع بهيرن هيملر، ولهلأ ما خلصوا. هيك بده يكون. على كل، أول ما بيحاكيني باخد الرقم وبخبره. والله ما بعرف، بجوز حاكي على المكتب وبده شي ضروري منك. على هوا ما قال لي بده ينام بميونخ الليلة. وين عاد نام؟ نام بالحبس. شو؟ ايه نام، نام بالحبس. واليوم الصبح رحت اطمنت عليه واخذت له معي منقوشتين بزعتر. ليش ما خبرتني مبارح؟ امبارح ما خليت مطرح بنهار الا ولوبت عليك، لوبت عليك بالبيت، لوبت عليك بالمكتب، لوبت عليك بكل المعامل. ما انت بتعرف اني امبارح انا بسرغايا. يا لطيف على هالنسويره عن بالي. قلت لك وصلوا على المطار وانا رايح على سرغايا. ويا ريتني، يا ريتني ما وصلته ولا شفت كيف الشنطة الاخضر طارت. طيب ليش المساء عشية ما خبرتني؟ ما حبيت بصراحة أزعزك، شنو لا في محاميين ولا في مين حدا يقدر يساعدنا.
ليش ما خبرت مرته؟ كل علمها انه نايم بالمانيا. خفت إلها يقوم ينهز بدنها قوم تطرح شنو حامي؟ اي والله تحسين بيك ساعتها بجن جنانه، شنو عم يستنى الولد العاشر استني. خليهم يجيبوا لي فنجان قهوه وسط. بامرك. معلم برضون يعني رح ساوي لك قهوه بلا سكر، شنو السكر عم بيأذيك. طيب ماشي الحال، اللي بدك اياه ساوي. حاضر. معلم برضون يعني هالمرة بدي خالف أوامرك، رح ساوي لك زهورات، شن القهوة بتخليك تعصب. لك ساوي اللي بدك يا هلكتني هلعني بقى. إيه؟ شفت شلون عصبت؟ مرحبا حبيبنا، عدم المؤاخذة تعبناك معنا بهالكم يوم، بس شو بدنا نعمل؟ المشاكل عم تجينا طص وما لنا ملاذ غيرك. لسه ما دقيت الجرس. عرفتك من دعستك، لأنه خطواتك عالدرج موسيقى بالنسبة لي. تفضل. تسلم تسلم شريف. عوضين معلمي معلمي أهلين معلمي الحنون. انتصر الباطل وزهق الحق. أهلين معلمي. بريء هات عنك شريف. يا الله تفضل عود. مشتهي مرة واحدة بس انه الحق ينتصر والباطل ينزهق. بالحياة جولة للباطل والحق ما بينتصر الا بالمسلسلات. ليش نحنا ام رامز شو عم نعمل؟ عم نعمل مسلسل وما عم ننتصر. ومع ذلك عمي ابو الهنا ما بدي اياك تيأس. ان شاء الله امل ان شاء الله ما بيأس، لانه الامل اللي عم استناه اكبر وكثير ما بتصوري. وانا معك للاخر ورايحه اعمل لك فنجان قهوه طالع لك فيه مفترج جديد غير شكل. كتر خير. ماشي امل. امر هيك كانك عم تتهميني اني ماني معه. مو هيك قصدي، بس باعتبارك انت مو موافق على هذا الاسلوب. لاني خايف على عمي ابو الهنا يوقع له شي وقع، ولولا هيك بتمني اشوفهم بالكلبشه اليوم قبل بكره. وما نيل المطالب بالتمني. هو لو نقدر نوقع واحد منهم بس بيوقعوا الكل، لانه شراكه بكل شيء الا ما يوقع. قبل ما تحسمي الامر خبرك شو خبره ابو عنتر؟ لا. شو خبرني؟ عن موضوع المستودع. عندهم مستودع مهربات بسرغاية، كان فكري انه بكره نداهمه. ومنداهم ابوه. ايه بس المشكلة يظهر دولي ومبارح بالليل فضوه. بدك تقلي خافوا من مقالاتك؟ هاللي بدي اقوله انه في ايدي خفية واقفة وراهم. نقطعها. ليش حدا بيعرفها او بيقدر يوصلها؟ حتى لو قدر
بيطلع في ايد تانية وتالتة ورابعة. اما شو ام 44 هي يعني؟ حتى لو كانت ام 44 بالاخر بدهم يخلصوا. انسي امل، معلش ما تتحمسي اكثر من اللازم. انت اليوم شو صاير لك؟ كثير عم بتهاجمني وتحبطني. مو مسألة هيك، بس عم حاول فكر بشكل واقعي. شو نسيتي المفترج؟ جرني بالحكي، وعدتنا بالمفترج. عمي أبو الهنا، ما في شجرة وصلت لعند ربها، لذلك ونكاية برامز لا تيأس وقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. معقولة شو طيبة هالبنت؟ بس الله الله يجمعني فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخرج فقيرنا من المحكمة الغريبة في تلك البلاد العجيبة خاسرا، ليحفر على جدران سجنه تقويم الأيام. وبرئت ساحة أحفاد علي بابا الثلاثة، القاتل والمنافق والمحتال، ليكون عندهم فيما بعد ألقاب كبيرة وأعمال كثيرة وخدم وحشم وما يشبه السكرتيرات في زماننا، وليسيطروا على مؤونة الناس في المدينة المسحورة. يتبع متقل العيار بهالحلقة يا رامز. هي الحكاية من العيار الثقيل رامز. هلا أكيد هالقصة حقيقية بكل تفاصيلها. بتريد جيب لك بطلة تسمع منه أو تشوفه عن قرب؟ لا ما في داعي، بس أكيد هالحلقة بدها ترفع حرارة المواجهة بيننا وبين أوبة هالأوباش. ونحن قدن وقدود.